السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. هاد السنين الاخيره بزاف السيدات والبنات ولاو كيعانيو مشاكل كثيره في الشعر، مشاكل تساقط القشره، الحكه ديال الشعر، جفاف الشعر. اليوم جيت باش نعاونك سيداتي باش ديري هاد المكونات او هاد الوصفات باش تعجبيهم شعرك. انا فادوني، لقيت عليهم نتيجه، قلت علاش لا ما شاركمش معاكم وصفات. بالنسبه للوصفات، اول وصفه اللي هي ازير. هنا عندي ازير طيبته، غليته فوق البوطه، يعني ده طريقه جد سهله. نوريكم انه راه ازير نيت، ها ازير درتو، غليتو مده ديال 10 دقائق. واهم حاجه انكم تغطيو الكاسروله اللي ديروا فيها هذا الازير هذا. فضلا وليس امرا، كنتمنى انكم تشاركوا في القناه وتدعموني باللايك. ما تنساوش انكم تشاركوا لا فيديو مع الناس اللي عندهم نفس المشاكل ديال الشعر، وراه تقريبا كلشي كيعاني من مشاكل الشعر. الناس بزاف كلو شعرهم متضرر متساقط، ما والسبب الرئيسي ديال هادشي كامل هو سوء التغذيه، والشعر ولا كيستعملوا ليه مواد كيميائيه بزاف. واهم عنصر كيميائي اللي كيدمر لينا الشعر هو الشامبوان. الشامبوان خرج لينا على شعرنا بزاف، ما خلينا ما درنا حتى الشامبوانات كاملين، الشامبوان غالي رخيص، كلشي خرج لينا على الشعر ديالنا. كما قلت لكم هنايا اول وصفه اللي هي ازير، غليته مده ديال 10 دقائق. والطريقه اللي جد سهله، ضروري انكم ديروه في قرعه ديال الشامبوان ديالكم. انا غنوريكم الشامبوان اللي كنستعمل وما دايرش ليه الاشهار. هذا كادوم، ما خليت ما استعملت كاع لي شامبوان استعملتهم كلهم، فيهم لقيتش عليهم نتيجه اللي كيشعر نشف الشعر. انا الشامبو اللي كيقولوا لي كنجربه هذا، لقيت عليه نتيجه صراحه كادوم، يعني الدور ترجع للماكدور. هذا كنستعملوه في الصغر ديالنا، لقيت عليه نتيجه زوينه، قلت نشاركو معكم. مهم ممكن تستعملوا اي شامبوان، يعني لقيتوا عليه الراحه ديالكم. والطريقه جد سهله، كديروا هاد الازير، كديروه ملي كتغليوه كديروا واحد الكميه في الشامبوان، يعني كتخويوه في القرعه. الطريقه هي انكم هاد الازير كتصفيوه، كتحيدوا منه ديك الاعشاب ديال الازير، العواد ديال الازير، وكديروه مع الشامبوان ديالكم بهذه الطريقه. هاد الازير كتصفيوه، كتحيدوا منه ديك الاعشاب ديال الازير، العواد ديال الازير، وكديروه مع الشامبوان ديالكم بهذه الطريقه. انا ديجا عندي كنت درت معاه القهوه، حتى القهوه راه مزيانه انكم ديروها في الشامبوان، مضاده للاكسده، مضاده للبكتيريا اللي تتكون في الشعر، كتحيد الحكه. الاهميه ديال هاد الازير انني كنديرو في الشامبوان انه كيحيد لينا القشره، الحكه، كيمنع التساقط، كيحيد لينا ديك الحساسيه ديال الشعر. ومع المداومه كتلقاو ان الشعر ديالكم ما كيبقاش يطيح. طريقه سهله جدا، غير مكلفه، واهم حاجه انكم كديروا هاد الطريقه وكتبقى معكم مده طويله حتى كيتسالى لكم شامبوان. صافي كنسد القرعه ديالي بحال هكا وكنحركو باش يتجانس لينا الشامبوان مع داك ازير. الطريقه الثانيه، انا هاد ازير ما كنخليش يضيع، كنصفيه. ديجا كنت شاركت معكم هاد الطريقه، غنعاود معكم. مهم هاد النهار غير ديال الروتين اللي كنستعمل قبل ما نمشي للحمام. كتجيبوا رشاشه وكديروه هاد ازير هذا، كديروه في هاد الرشاشه هذه على هاد الشكل صافي، وكديوه معاكم للحمام. ملي كتغسلوا شعركم بالشامبوان وكتساليو، كديروا هذا المحلول هذا كترشوه على شعركم، او كتحيدوا هذه وتتخويو على شعركم. مهم حتى تكونوا قربتوا تساليو يعني الحمام ديالكم، كتكونوا قرابين تخرجوا، كتخويو على راسكم، يعني ضروري داك المحلول خصو يبقى في الشعر.
صافي كتخويو على شعركم مع المداومه. هاد الطريقه هذه كتقوي لينا الشعر، كتحبس تساقط الشعر، وكتساعد على تقويه الشعر. اهم حاجه القشره اللي ولينا كنعانيو منها بزاف، والحكه، فراه ما كتبقاوش كاع تحسوا بداك المشكل هذاك نهائيا ديال القشره. الطريقه الثانيه او الثالثه، انا دابا وريت لكم ثلاثه ديال الطرق، غنوريكم ثلاثه ديال الطرق، يعني وريتكم جوج، ودابا الطريقه الثالثه اللي غنديروا اللي حتى هي كتعالج الشعر وخصوصا كترطب لينا الشعر. الطريقه هي كما قلت لكم، كتجيبوا كاسرونه كديروا فيها تقريبا نص كوب ديال زريعة كتان على حساب الطول ديال الشعر ديالكم، ممكن تنقصوا الكميه ممكن تزيدوا. كديروا الماء، الماء اللي ما يكونش بزاف، ان فو كتكثروا الماء فراه ما كتنجح لكمش الوصفه. الفوائد ديال هذه الوصفه هذه انها كترطب لينا الشعر، كتعالج لينا فروه الراس، كتقوي لينا الشعر، يعني الشعر ما كيبقاش جاف نهائيا، الشعر كيتقوى، الزغبه ديالو كتقوى. هذا اهم حاجه. الجيل ديال، انا غنصاوب لكم اليوم الجيل ديال زريعه الكتان اللي غني عن التعريف. مهم، هذه الكميه هذه اللي درت لكم ديال زريعه الكتان كنديروا معاها كوب ديال الماء، لا اقل ولا اكثر. الا كثرتوا ما كتصدقش لكم، هذه الوصفه هذه ديال الجيل زريعه الكتان. كديروها تغلى مده ديال 15 دقيقه. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الجيل ديال زريعه الكتان اللي لقيت عليه نتيجه كبيره، رطب لي شعري. وكاين مكون ثاني غنوريه لكم من بعد، غنزيدوه على هاد زريعه الكتان، الجيل ديال زريعه الكتان ولا على هذا الشكل عاقد باش نوريكم كيفاش جا. غادي نصفيوه، غنوريكم الطريقه ديال التصفيه ديالنا ديال هذا الجيل باش ما يبقاش عندكم الحبيبات ديال زريعه الكتان. كتجيبوا تقشيره او ليبا، كل واحد شنو كيقول ليها، كتكون على هذا الشكل شفافه. كنديروها في قرعه، عاوتاني كنستعمل هذوك القراعي اللي قلت لكم، راه دائما ما كيخطاونيش، دائما كنخليهم نغسلهم ونقادهم ونخليهم الوصفات لاي حاجه بغيت تستعملها. مهم، كديروا هذيك الليبه او التقشيره بهذا الشكل، وكتخويو الخليط ديال زريعه الكتان على هذا الشكل. هذا ديال الطريقه الناجحه باش نستخرجوا داك الجيل بهذا الشكل. صافي، وكتعصروا بهذه الطريقه. من بعد ما استخرجنا داك الجيل ولا بهذا الشكل عاقد، كيصلح هذا الجيل، راه كيصلح حتى للوجه بالنسبه للناس اللي بغاو يشدوا البشره ديالهم التجاعيد. جيل زوين لا للشعر لا للبشره، كيرطب الشعر. كما كنت قلت لكم في الفيديو، غادي نزيدو المكون الثاني واللي كيعالج لينا الشعر واللي زوين ومهم بزاف انكم تدخلوا في الوصفات ديالكم ديال الشعر. المكون ديالنا هو زبده الشيا، ها هي لهذا الشكل، هذا مرطبه للشعر، مقويه للشعر، يعني زوينه بزاف للشعر. الطريقه ديال التحضير ديال هاد الزبده هذه، الطريقه ديال التحضير ديالنا هاد المكون الثاني مع الزبده او زريعه الكتان، كنضيفوا كميه من هاد الزبده ديال الشيا. كما قلت لكم هاد الزبده راه مقويه بزاف للشعر، كتصلح لترطيب الجسم، كتقوي لينا الشعر. هذه انا شريتها من عند الافارقه، كتكون زبده شيا خام، يعني اصليه، كيجيبوها اصليه ما كيكذبوش. صراحه انا نشريها من عندهم، ممكن تشريوها من باغا، ممكن تشريوها من عند الناس اللي كيكونوا ناس ثقه، حيت كاينه
اللي ماشي اوريجينال، هذه اوريجينال باش تعرفوها اوريجينال كتكون فيها واحد الريحه اللي بحال ريحه النخل، ريحتها زوينه يعني خام كتحسي بها طبيعيه، وبالنسبه اللي ماشي طبيعيه كتكون فيها واحد الريحه اللي بحال الزيوت ديال بحال الزيت الماء اللي كنقليو فيه بطاطا. هذا هو الفرق اللي ممكن تلقاو بالنسبه للاصليه وبالنسبه اللي كتكون ماشي اصليه. صافي كنزيد واحد الكميه على حسب الطول ديال الشعر ديالنا، انا حيت شعري طويل غندير كميه بحال تقريبا معلقه كبيره، كنزيدوها مع هذه الزبده هذه بلا تعقيدات بلا، حيت حنا كلنا كنستعملوا يدينا عزيز علينا نستعملوا يدينا لا في الطياب لا في كل شيء. الله يخلي لينا يدينا اللي يخلي لنا صحيحتنا. صافي غنديروا هذا المكون هذا في كاسرونه، نذوبوا هاد المكونات بجوج فوق البور. كما قلت لكم كنديروا هاد المكونات هادو بجوج في كاسرونه، اللي بغى يزيد الزبده في شيه يزيد على حسب الطول ديال الشعر. صافي وكنديروها فوق البوطه الذوب، وغنوريكم الشكل النهائي ديالها وكيفاش ديروها وكيفاش طريقه التحضير طريقه الاستعمال ديالها. من بعد ما ذوبنا هذيك زريعه الكتان او جيل ديال زريعه الكتان وزبده الشيا، هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. صافي تخليوهم يبردوا، طريقه الاستعمال انكم كتخليوهم يبردوا شي شويه وكتطبقوهم على الشعر قبل ما تغسلوا شعركم او قبل ما تمشيو الحمام. كديروا الوصفه على الشعر مده ديال ساعتين، من بعد كتغسلوا شعركم بالشامبوان اللي قلت لكم الطريقه ديالو، لانكم كتزيدوا ازير على الشامبوان ديالنا. ومن بعد ما كتساليو كديروا داك المحلول ديال الازير اللي قلت لكم، اللي هو عباره عن نقع او غلي الازير في الماء صافي. من بعد ما كتسالو ان الاهم انك تخلي داك ازير تخليه في الشعر، ما تعاوديش تشليه من بعد ما ديري داك ازير. كنتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تشاركوا لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وما تنساوش تضغطوا على لايك اهم حاجه لايك، واي سؤال مرحبا بكم، وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.